السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي، هو عبارة عن امتحان متوقع رقم واحد من القناة. امتحان رقم واحد من القناة المتوقع إن شاء الله، في 4 امتحانات متوقعة هننزلها بإذن الله، هتلاقوها بعد ما هننزلها هنقسمها لكم أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن الروابط بتاعتها تطلعوا عليها، بالإضافة إلى امتحان كتاب المدرسة، بالإضافة إلى مراجعة شاملة على الجرامر. إن شاء الله هتلاقي كل الفيديوهات دي أسفل هذا الفيديو، يا ريت نطلع عليها. وبفكركم احبتي لو دي اول زياره لكم للقناه، سبسكرايب او اشتراك بالقناه مع تفعيل زر الجرس على الاول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز والاشعارات بتاعتنا اولا باول احبتي. وما تنسوش لايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناه. وهنبدا مع بعض. اول سؤال عندنا هو سؤال الديالوج. الديالوج بين هاني وائل. هاني اند وائل ار توكينج اباوت فيموس بليسز. هاني وائل بيتكلموا عن الاماكن المشهوره. السؤال ده من 5 درجات، في عندي 5 فراغات، كل فراغ هنملأه بجمله او بسؤال. Do you know the most famous places in Cairo؟ هل تعرف اكثر الاماكن شهره في القاهره؟ فاكيد هيقول له يس، تمام؟ بس مش هيقول له يس بس، لازم يذكر المكان. ليه؟ عشان بيسأله عن المكان تحت، بيقول له مين اللي صمم المكان ده، علشان بيقول له ذا كايرو تاور واز ديزايند باي نعوم شبيب، فاكيد هيقول له يس اتس ذا كايرو تاور، نعم انه برج القاهره. وعرفنا ليه حطينا كلمه برج القاهره، علشان تحت يساله من الذي بناه، علشان بيقول له كايرو تاور صممه نعوم شبيب. يبقى من الذي صممه؟ يبقى هو، احنا اتفقنا على هو، تمام؟ وانا بسال عن المفعول باي ديزايند باي، تمام؟ يبقى على طول احط مين؟ ووز. يبقى هو ووز ذا كايرو تاور ديزايند باي، انا بسال على نعوم شبيب، يبقى السؤال بهو في المبني المجهول، هو ووز الفعل المساعد ذا كايرو تاور ديزايند باي. طيب السؤال الثالث بيقول له، ساله سؤال فقال له ذا بيراميدز ار لوكيتد ان جيزا. يعني ايه لوكيتد؟ يعني تقع في الجيزه. يبقى اين تقع البيراميدز؟ يبقى وير are the pyramids located. Where are the pyramids located؟ أين تقع الإير بيراميدز؟ خلي بالك، لاحظ إن ار جاي بعدها التصريف الثالث من الفعل locate. When were they built؟ متى بنيت في المبني المجهول؟ يبقى نقول إيه؟ they were built thousands of years ago. they أهي were built، هي بنيت منذ آلاف السنين، thousands of years ago. او ممكن لو انتوا شايفين اي اجابه تانية تنفع ممكن تسيبوها لنا في الكومنتس، وان شاء الله هنحاول نرد لكم عليها. Have you visited them before؟ ده سؤال بهل عادي جدا، هيقول له yes I have او no I haven't، هيقول له yes I have، تمام؟ هنا السؤال التاني عندنا هو سؤال من 4 درجات، وعندي 4 فراغات في قطعه، والمفروض هملاهم ب4 كلمات من ال6 كلمات اللي فوق، بس خلي بالك في كلمتين زياده حاططهم عشان يزود صعوبه السؤال ده. أول حاجة في القطعة the whole world، العالم بأكمله is facing a serious problem nowadays. يواجه is facing يعني يواجه a serious problem، مشكلة خطيرة هذه الأيام nowadays. It's the problem of global space. تمام، global warming، برافو عليك، كلمة warming أهي يعني الاحتباس الحراري. All countries، كل الدول try to solve the problem، تحاول أن تحل المشكلة. Space energy، خلي بالك هو انتهى هنا ويبدأ جملة جديدة. Space energy is a good way. ينفع نقول ايه بقى؟ ايوه برافو عليك، solar energy is a good way، هي طريق كويس يعني للإنرجي. If people use it، لو الناس هتستخدمها in their homes، في منازلها، their space be any danger، لن يكون هناك أي مخاطر. خلي بالك if people use، اف وجاي بعدها مضارع بسيط، يبقى الناحيه الثانيه، ايوه برافو عليك، will او won't. طب هنا في عندي want بس، يبقى هي want اللي هنستخدمها، won't be، لن يكون هناك اي مشاخ مخاطر. because it's، لانها ايه؟ لانها clean، طاقه نظيفه، and doesn't cause any pollution، ولا تسبب اي تلوث. السؤال الثالث قطعه وعليها بعض الاسئله، والسؤال ده من 6 درجات. خلي بالكم القطعة مقسمة إلى 3 باراجرافات، تمام؟ أدي باراجراف، 2 3 4، لا 4 باراجرافات. أعتقد إن في بعض الكلمات اللي محتاجين إن إحنا ندونها، فياريت نجهز قلمنا
وكراستنا عشان ندون الكلمات دي ونحفظها. شارك، سمكة القرش، أو سمك القرش، يقصد بها سمك القرش. It's a word، إنها كلمة. That frightened swimmers all over the world، خوفت السباحون في كل أنحاء العالم. Many people، الكثير من الناس. Think the sea is full of dangerous sharks، يعتقد أن البحر مليء بالقروش، أسماك القرش الخطيرة. They think، هم يعتقدوا، خلي بالك طالما جايب think كده يبقى هسألك بتعود على إيه. They think that all sharks، كل أسماك القرش. Want to kill them، تريد أن تقتلهم. But most kinds of sharks، ولكن معظم الأنواع بتاعة الشاركس اللي هي للقروش. Never attack people، لا تهاجم الناس أبدا. There are more than 350 different kinds of sharks، يوجد أكثر من 350 نوع مختلف من أسماك القرش. Only about four kinds، فقط حوالي أربع أنواع. Are very dangerous، تكون خطيرة جدا. To people، للناس، خطيرة على الناس. They are، اسمهم ايه بقى الحاجات دي؟ The white pointer، يعني سمكة القرش ذات المؤشر الأبيض. pointer يعني مؤشر. The tiger shark، سمكة القرش النمر، أو القرش الشبيه بالنمر. The tiger. The bull shark، سمكة القرش الشبيهة بالثور. bull يعني ثور. And the white tip، وسمكة القرش ذات الطرف الأبيض. tip يعني طرف، هنا طرف الايه؟ الابيض. طيب shark eat fish، الاسماك القرش تاكل السمك. and other sea animals، وبتاكل حيوانات بحريه اخرى. they find their food، هم بيجدوا طعامهم. by seeing it، عن طريق رؤيته. hearing it، او سماعه، سماع الطعام بتاعهم. and smelling it، وان هم يشموه. they can hear very well، وهم يستطيعوا ان يسمعوا جيدا. in the water، في المياه. and they can smell food hundreds of meters away، وهم يمكنهم ان يشموا الطعام. hundreds of meters away، على بعد مئات المترات. it's easy to، البراجراف الاخير، انه من السهل to understand why people are so frightened of sharks، لماذا الناس خائفة من الايه؟ من القروش. But they don't attack people very often، ولكن هي لا تهاجم. attack يعني يهاجم الناس غالبا. very often. There are only about 75 shark attacks in the world each year، يوجد فقط about 75، 75 هجوم من أسماك القرش في العالم كل عام. and only about 10 people، وفقط حوالي 10 أشخاص. are killed by sharks، تقتل بواسطة الايه؟ أسماك القرش. but each year، ولكن كل عام. people kill millions of sharks، ولكن كل عام الناس بتقتل الملايين من أسماك القرش. طبعا دي نهاية حزينة أنا عارف. السؤال الأول، the best title of the passage is، أفضل عنوان للقطعة هو. kinds of sharks، food of sharks، sharks swimmers. أيوه طبعا sharks، القروش أو سمك القرش. the underlined word they refers to، تشير إلى أي they؟ تعالوا نرجع لورا كده، بيقول لي shark it's a word that frightened swimmers all over the world. many people، كثير من الناس. think the sea is full of dangerous sharks. they think، وهم بيعتقدوا أيضا، يبقى أكيد تشير إلى إيه؟ أيوه الناس، ال people. there are، يوجد، more than 15، 10، 200، 350 kinds of sharks in the world. طبعا 350، 350 kinds أو different kinds وردت هنا في السطر الثالث اهو. السؤال الرابع هو تابع للقطعة برضو. why do people think that all sharks will kill them؟ ليه الناس بتعتقد ان كل الأسماك سوف تقتلهم؟ ليه بقى؟ لأن هم بيعتقدوا أن كل الأسماك اللي عايشة وموجودة أسماك خطيرة. يبقى they think all the sea is full of dangerous sharks، وردت في القطعة هنا في أولها. shark it's a word they think، many people think the sea is full of dangerous sharks. تمام.
summarize the third paragraph in one sentence. الجملة دي ممكن تجي لكم في أي قطعة تانية. بيقول لي لخص summarize the third paragraph الباراجراف الثالث في جملة واحدة. تعالوا نرجع كده ونشوف الباراجراف الثالث. اثنين ثلاثة اللي هو sharks eat fish and other sea animals. They find their food by seeing it, hearing it and smelling it. بيتكلموا عن الطعام وكيف سمكة القرش تجد طعامها. يبقى بيتكلموا عن الطعام، يبقى كيف الشاركس فايند ذير فود، كيف الاسماك القرش تجد طعامها. خلي بالك هاو هنا هاو شاركس ما هياش سؤال، كيفيه ان ايجاد القروش لطعامها. طيب do you think that sharks، ده سؤال اعتقاد شخصي، هل تعتقد ان الشاركس are dangerous to people، خطيرة للناس؟ ممكن واحد يقول أيوة، لأن هو ممكن تأكل الإنسان، because they can kill the man أو the people. أو ممكن واحد تاني يقول لأ، زي ما أنا قلت لأ، لأنها بتعيش في أماكن بعيدة عن الأماكن اللي بسبح بيها في الناس، بتعيش بعيدا عن الشواطئ. يبقى no because they live away from beaches and shallow water، بتعيش بعيدا عن الشواطئ، بتعيش في الأماكن اللي هي العميقة وبعيدا عن الشالو ووتر اللي هي المياه الضحله اللي هي الناس بتعوم فيها بكثره يعني. طيب سؤال الاختيار من متعدد، هو المفروض هيجي لنا 6 اسئله، انا جايب 12 سؤال علشان يعني اكتر من اكتر اجيب اكتر اسئله متوقعه ان شاء الله. فجايب لكم 12 سؤال مش 6 بس، هيجي لك في الامتحان 6، وهو من 3 درجات كل سؤال عليه نص درجه. اسبيس از ا رانينج ريس، هو عباره عن سباق للجري. Over around 42 kilometers، حوالي 42 كيلومتر. ايوه ماراثون، برافو عليكم. Landscape اللي هو الافق، او temperature درجة الحرارة. Skill يعني مهارة ملهاش علاقة بيها خالص. الماراثون هو سباق للجري، سباق ذو مسافات طويلة. This story is very bad، هذه القصة سيئة جدا. The synonym of very bad، مرادف كلمة very bad سيء جدا، هو تمام. Terrible يعني فظيع او سيء جدا. To form the noun from the verb invite، عشان نكون الاسم من الفعل invite، we add the suffix، بنضيف suffix ايه؟ هاي وقت كان اسمها ايه بقى؟ ايوه invitation، يبقى بنضيف ال A-T-I-O-N، اسمها invitation يعني دعوة. خلي بالك مش invitation، invitation. We should save energy، يجب ان ندخر او نوفر الطاقة. الانتونيم المضاد بتاع كلمة save هو سيف، يدخر يبقى عايزين يهدر. ايوه ويست يهدر عكسها. He is able to climb the mountain، هو قادر على ان يتسلق الجبل. To get the opposite of able، عشان نحصل على عكس كلمة able، we add the prefix re ولا in ولا un ولا im. طبعا able عايزين نقول ايه؟ unable، برافو، غير قادر. able يعني قادر، unable غير قادر. Egypt is always sunny، مصر دائما مشمسة. So it's a great place، لذلك هي مكان عظيم. To use، ان احنا نستخدم ايه؟ ال wind turbines ولا solar energy ولا fossil fuels ولا الاكسجين. طبعا السولار انرجي اللي هي الطاقة الشمسية، لانها بتحتاج للشمس، عشان كده قلنا ده مكان ملائم لايه؟ للطاقة الشمسية. wind turbines اللي هي التوربينات الرياح، محتاجة ايه؟ محتاجة wind، الرياح. طيب A or السابع، A or an space is an electric equipment that can do a special job، ايه هو اللي عبارة عن معدة كهربية او جهاز كهربي بيقدر يعمل وظيفة محددة، special job، طبعا اللي هو device اللي هو الجهاز او الآلة device. طب advice، advice بمعنى نصيحة، هنا advice معناها نصيحة. tool يعني أداة، زي الهامر الشاكوش، زي الصو المنشار وهكذا. redo your homework، the prefix re means، كلمة re اللي هي تعتبر prefix هنا، تعتبر ايه؟ to do it ايه؟ next، first، last، again. ايوه again، برافو عليكم. now there is modern technology، الان يوجد تكنولوجيا حديثة. the antonym of modern، المضاد لكلمة modern هو ايه؟ is ايه؟ مودرن يعني حديث، عكسها traditional، ايوه تقليدي او قديم. we can change the word hero، يمكن ان نحول او نغير كلمة hero into an adjective الى صفة، by adding the suffix، على عن طريق اضافة ايه بقى؟ hero يعني بطل، عايز نقول بطولي.
ايوه هيرويك، اللي هو رقم اللي هي اي سي، بنضيف لها اي سي علشان تبقى هيرويك، اللي هو ايه هيرويك يعني بطولي. ساتلايتس اللي هي اجهزه الاستقبال او الاقمار الصناعيه، موف اراوند ذا ايرث، تدور حول الارض. طبعا موف اراوند تدور حول از سينونيم اوف، عايز المرادف ليها لموف اراوند. تمام. اوربت، اوربت يعني يدور حول شيء. اوربت. كولكت يجمع. سايكل يعني يركب الدراجة. درايف يقود السيارة. My father was cross، والدي كان cross. Because my marks were bad، لأن درجاتي كانت سيئة. The word cross، كلمة cross can be replaced by، can be replaced by معناها يعني معناها إيه؟ عايز يجيب المرادف ليها إيه؟ غاضب. تمام؟ cross يعني غاضب. تمام؟ و angry هي نفس المعنى. fewer people، طبعا ده سؤال الجرامر، المفروض برضه هيجي لنا 5 أسئلة بس أنا جايب 10 علشان أجيب أكتر أسئلة متوقعة زي ما أنا قلت لكم. fewer people، ناس أقل، will live in Cairo if it weren't by the river. دي قاعدة if، جايب بعد if هنا ماضي، if it weren't ماضي، يبقى دي قاعدة if الإيه؟ التانية اللي بيجي بعدها ماضي بسيط وقبلها تمام would زائد المصدر، يبقى would live بدلا من will live. All of these projects، كل هذه المشاريع، وبعدين جايب لي are completed by the children last year. خلي بالك الجملة دي جملة مبني للمجهول، كل المشاريع عايز يقول استكملت by the children last year في الماضي. استكملت يبقى في المبني المجهول وفي الماضي، ما ينفعش are هنا. المبني المجهول في الماضي بيجي بإيه؟ بوز أو وير زائد التصريف الثالث من الفعل. أنا عندي التصريف الثالث completed، يبقى أنا محتاج was أو where. projects جمع ولا مفرد؟ جمع طبعا، يبقى where completed. تمام. ده صيغة المبني المجهول في الماضي لوجود last year. حمدي keeps يستمر، خلي بالك يستمر من keeps لو جت بمعنى يستمر بتيجي بعدها الفيرب مضاف له ان جي، يبقى practicing جايب الفعل practice وحطيت له ان جي، شلت منه الاي اللي في الاخر عشان احط الان جي، دي ملحوظة مهمة. احمد وبعدين not used to like cheese but he loves it now، دي ايه ده؟ ده اعتاد على الجرامر اللي خدناه اللي هو used to، يبقى احمد طبعا هو عايز النفي منها تبقى didn't use، didn't use لم يعتد ان. السؤال الخامس، هدى's parents، والدة هدى are lived in a small village، دي جملة هو جايبها لك هنا بين قوسين في المبني المجهول are lived، طبعا الفعل live ما بيجيش في المبني المجهول. طبعا هدى's parents انا بوصف المعيشة بتاعتهم واقول ان هم بيعيشوا في قرية صغيرة، يبقى هقول ايه هدى's parents في المضارع البسيط العادي مش المبني المجهول، يبقى ايه هنقول live. طب ليه ما ضفنالهاش اس المضارع؟ لان parents جمع ما بتاخدش اس المضارع، يبقى هدى's parents live in a small village، يعيشوا في ايه قرية صغيرة. وعرفنا ليه جبناها في المضارع؟ لان الوالدان ما ينفعش ان احنا نقول ايه تنحط في المبني المجهول، الوالدان يعيشوا، يعيشوا يبقى في المضارع البسيط العادي. I haven't طبعا تصريف تالت على طول وانت مغمض. I haven't been to this restaurant before، لم اذهب الى هذا الريستورانت من قبل. خلي بالك يبقى haven't او hasn't، يبقى بيجي بعدها التصريف التالت من الفعل be اللي هو been. طبعا لو اي فعل تاني برضه هنجيب التصريف التالت. We will be able to، بس to محطوطة بعد القوسين مش هنحطها، يبقى we will be able to. able يعني قادر على. he space وجايب لي that me that، طبعا he space said جايب لي said me that. طبعا هنا ده كلام reported او كلام منقول، ايه اللي عرفني لوجود كلمة said ووجود كلمة that وجود me؟ يبقى هو عايز يقول اخبرني. طبعا سد ما بتاخدش مي، امال ايه؟ told me، told me. لكن سد لو جت في جملة الكلام المنقول بيجيش بعدها مفعول، يعني هي سد ذات على طول من غير مي، لكن لو جاء بعدها مفعول يبقى told هي اللي بتيجي مكانها. you are very late، انت متأخر. we have been وبعدين جايب لي waited for you for half an hour. الجملة دي جملة ايه؟ جملة مضارع تام مستمر علشان have been موجودة وجاي بعدها فعل وجاي for، جاي for ده من علامات المضارع التام المستمر ومن علامات المضارع التام البسيط، بس دي مضارع تام مستمر ليه؟ علشان have been والتصريف ال ing من الفعل اللي هو waiting، يبقى تصريف المضارع التام المستمر have been او has been زائد ال ing form من الفعل. she said that، طبعا الجملة دي على طول طالما said that يبقى جملة ايه؟ reported كلام منقول. they
وجايب لي don't go to the cinema on Tuesday. خلي بالك احنا قلنا في الكلام المنقول بحط دايما المضارع بحوله الى ماضي، تبقى don't تتحول الى ايه؟ didn't، ومصدر بعدها برضو go، يبقى didn't go. السؤال اللي بعد كده هو سؤال الباراجراف، عايزني اكتب 110 كلمة عن a review of pollution problem، مراجعة نقدية لمشكلة التلوث. طبعا عشان اكتب باراجراف سليم واخد عليه الفول مارك لازم اتبع مجموعة ايه ستيبس كده او خطوات. اول حاجة ان انا مش هبدأ اكتب مباشرة في المكان ده، طب هعمل ايه؟ هاجي على جنب كده في الدرافت واكتب الافكار بتاعتي في هامش، حتى لو باللغة العربية بالقلم الرصاص او بالجاف، وبعد ما اعمل همسحها او اشطب عليها كده اكتب ملغي. افكار بتاعتي جمل بتاعتي بسيطة وسهلة كده اكتبها، وابدأ كل جملة بحرف كابيتال واختمها بنقطة، وبعدين انقل الافكار دي كلها الى جمل احطها في الايه؟ في المكان اللي هكتب فيه الباراجراف، جملة جملة ورا بعض. وفي عندي جملتين افتتاحيتين حاططهم انا في بداية الباراجراف ده، ممكن ينفعوا لأي باراجراف، تمام؟ هعلمكم ازاي تحطوهم في أي باراجراف، وبسيب فراغ صغير في بداية السطر الأول فقط، زي اللي هنشوفه دلوقتي ده، فراغ صغير أهو، والجملة الافتتاحية الأولى أهي بادئة بحرف كابيتال وختمها بنقطة. I think this topic is very important، أنا أعتقد إن هذا الموضوع مهم جدا، دي الجملة الافتتاحية الأولى. In this paragraph، في هذا الباراجراف، I am going to write أنا سأكتب a review، مراجعة نقدية، of pollution problem، لمشكلة التلوث. Pollution is a dangerous problem، التلوث هو مشكلة خطيرة. In our modern world، في عالمنا الحديث. It's the addition of unwanted substances into the environment، وبيعرف بقى البولوشن، بيقول هو إضافة مواد يعني substances غير مرغوب فيها unwanted into the environment إلى البيئة، which can damage our planet، والتي من الممكن أن تضر بالإيه بالكوكب بتاعنا. There are four main types of pollution، يوجد أربع أنواع رئيسية من التلوث. We have water pollution، لدينا تلوث الماء. Air pollution، تلوث الهواء. Soil pollution، تلوث التربة. And noise pollution، والتلوث الضوضائي أو تلوث الضوضاء. All these kinds come from our careless activities in the environment، كل تلك الأنواع تنبع من أو تأتي من الأنشطة المستهترة in the environment، في البيئة. أو الغير مسؤولة careless. We throw rubbish، نحن نرمي القمامة. In the water، في المياه. This kills the sea creatures، هذا يقتل المخلوقات البحرية. And causes water pollution، ويسبب تلوث الماء. The smoke from factories، الدخان من المصانع. And burning some materials، وحرق بعض المواد الخام. Causes air pollution، تسبب تلوث الهواء. Pollution is also caused when vehicles release smoke into the atmosphere، البولوشن التلوث ايضا يسبب عندما المركبات vehicles اللي هي المركبات release تطلق smoke الدخان into the atmosphere الى الغلاف الجوي. And make it difficult to breathe، وتجعل من الصعوبة التنفس. For all organisms، لكل الكائنات الحية. organisms يعني الكائنات الحية. Soil pollution اللي هو تلوث التربة is caused by، يسبب بواسطة throwing رمي our waste النفايات بتاعتنا into landfills في مقالب النفايات. Noise pollution اللي هو التلوث السمعي أو تلوث اللي هي الضوضائي isn't visible غير مرئي. visible يعني مرئي. But it can damage our ears، ولكن يمكن أن يضر بأذننا أو السمع بتاعنا يعني، تمام؟ We should face pollution problem seriously، يجب أن نواجه مشكلة التلوث بجدية. seriously هنا معناها بجدية. وبكده أحباتي نكون خلصنا امتحاننا، أتمنى أن يكون الامتحان عجبكم. ما تنسوش لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة. اللايك اللي انت بتحطها أو اللي انت بتحطيها هي كلمة شكر منكم لينا على الفيديو ده لو عجبكم. ولو حابين تنضموا لينا سبسكرايب أو اشتراك بالقناة، ما تنسوش تنزلوا أسفل الفيديو هتلاقوا بقية المراجعات وبقية الامتحانات المتوقعة
يا ريت تشوفوها وتتفرجوا عليها، هتفيدكم جدا. وحتى ألقاكم في الفيديو القادم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.